تعيش محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس على وقع أجواء استثنائية قبيل انطلاق أولى جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين المتابعة بتهمة ثقيلة في مقدمتها الاتجار بالبشر. مجموعة من التساؤلات تناسلت حول هذه القضية في ظل تضارب الآراء حول مستجدات المحاكمة، وإن كانت ستحمل بين طياتها مفاجآت صادمة أو سيكون تأجيله سيد الموقف.